أحسن الله إليكم. قال في الوجه الحادي عشر: أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة، فالله يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان. وهؤلاء الملحدون يقولون: أمحوا هذه الأصول والعقائد التي لا أصح منها ولا أنفع ولا يسعد العبد غيرها من قلوبكم، وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة تجيش بها القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر التي أعرضت عن الحق وعارضته وتوجهت إلى الباطل، وهذا لا ريب أنه مشاقة ومحاربة لله ورسله. نعم، هذا الوجه الحادي عشر فيه منبه الشيخ فيه على مسألة. الله عز وجل أمر بسلوك الصراط المستقيم وبالإيمان بالله وبرسوله وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين العواقب العظيمة والسعادة الأبدية لمن تمسك بالأعمال الصالحة وآمن بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والتزم ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا واجتهد في طاعة الله، تجده في سعادة لا تعدلها سعادة وفي خير لا يعدله خير. انظر إلى أولئك الذين يدعون إلى محو هذه الأمور من القلب واعتماد القلب على العقل المجرد، إلى ماذا يؤدي هذا؟ إلى الشقاق والاختلاف والضياع وشتات الكلمة والإلحاد والضياع. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انظر يا عبد الله بأي عقل يعني يأخذ العبد، أبعقل أفلاطون أم سقراط أم بقراط أم أرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان، أم بعقل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وكذلك أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وواصل بن عطاء والنظام وغيرهم من الملاحدة، أم بعقل لينين أو ستالين أو مزدك أو فرويد
أو أولئك الملاحدة الذين تخلوا عن جميع القيم وجعلوا حياة الإنسان حياة بهيمية حيوانية أقرب ما تكون إلى حياة الأنعام، بل الأنعام خير منهم كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش؟ بل هم أضل. الأنعام توجهها فتتوجه، أما هؤلاء أينما توجهه لا يأتي بخير، أينما توجهه. من سلك هذا المسلك الانحلال من الدين وتفريغ القلب من القيم ومن المثل ومن يعني أمور الإيمان وتفريغه لزبالات أفكار أرسطو، ومن سلك سبيله ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين الذين انتهى بهم الأمر إلى الحيرة وإلى الضياع كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. تفضل.